طب شكرا قوي. بس كلمبي، مولاتي الأميرة تريدك أن تذهب إلى غرفتها الآن. وماذا تريد مني في الغرفة؟ ما عايزة يعني؟ ما إلى الرسول إلا البلاغ. أنا أنا أوعى أوعى على الرفايس يا ولدي. شكرا في فضلك. دستور سيدتي ما أعرفش إنك في ساعة الكليولة. تعال إلي يا سير لومبي، فأنت الآن في حضرة جميلة الجميلات. لا يا ملواتي. تعجبني شهامتك. انتظر، أنا آتية إليك. هكذا رجال السيدة. سير لومبي، لقد خطفت قلبي بمروءتك حين رفضت قتل المسارعين في الحلبة. نعم نعم يا ملواتي، إنها الملوحة في الرجال، المروءة عندنا. والآن يا. ترفض امرأة حسناء تطلبك للفراش. لله أسود، أنت مش من ولاد الأميرة خالص، ده أنت أميرة حب. أنا إني أعرف مكان الكنز وأريد أن أساعدك، ولي شرف الهروب مع بطل مغوار غيور على المرأة، وأترك هذا الخطيب عديم النخوة. الأمير، الأمير. إي هذا إي خطيبك؟ نعم إنه كلب. نعم إنه كلب، لأنه ليس غيور ولا بيغير على نسوان بيته. انت مره لازم يتغار عليك، بس هو اعتمد ايه بقى؟ واضح ان هو راجل ديوز. ديوز؟ نعم. ما معنى ديوز؟ معنى ديوز يعني قضاء يومين في حمام السباحه بدون وجبه. من اجل هذا ساضع يدي في يدك. ايوه. لقد خبأت عريسة في مكان امن ماكر حتى يتسنى لنا العثور عليه ونعرف مكان الكنز. أحقا يا مولاتي؟ أرجوك أرجوك أن ترفع الألقاب. أيوة. ناديني بشاه اسكندر. أنا ديك بهشام اسكندر؟ هشام اسكندر ده مين ده؟ شاه اسكندر. كأني لعبت عليك الخطة التي دبرها معي الأمير. فإذا صادفنا أحد فنحن نكمل خطتنا. تعال معي يا سير لومبي. إيه المرة المجنونة دي؟ بتسي كده أهو يضربي كده موت العجيب كده. ده حرامي اللي جاي يسرق البط ده ولا إيه؟ حرامي حرامي. قطتها يعني؟ أظلمت البط دلوقتي؟ أنت حرامي؟ أنت حرامي ولا إيه؟ جاي توريني البط؟ أنت مين يا واد؟ أنا سليمان الطباخ. أيوة عايز إيه يا سليمان؟ قطتها هان، أظلمت البط دلوقتي؟ هما كام بطاية؟ اتنين. يا كذاب، ما هم تلاتة هم. تلاتة؟ دي اتنين، تلاتة فين؟ اللي في النص دي إيه؟ اللي في النص يا قطتها هان أنا سليمان الطباخ. أمال اللي في النص في بين البطايتين؟ أيوه. والنبي يا ابني معرفتك وسعهم، ده أنتوا التلاتة يا خالي يا نادي. طب بص، أنت هتاخد الوقت ده تزغطه، بس حميه وفهميه أول وحط له ريحة. يلا امشي. ماشي. يلا. حاضر يا ست. يلا يا جريدة. حاضر. ممكن في حد واقف هنا يا نبي؟ ده الشيف يا قطعتها. شيف مين؟ شيف. ايوه عرفت جريدة. شد عزمك وجريدة. خلاص مش قادر، ضهري وجعني قطعت. يا بنتي ما هو ده اللي هيخلي وقفتك في المطبخ وتربية العيال تبقي ستي واقفة زي الأسد. بصي انزلي واعملي كده اهو. ها؟ كده مع أحمد. أيوه. ما عملتش إلا يا كان إيه لازمته يا أختي؟ ما حنبكها قوي، ما كنا جبنا عيش جاهز وخلاص. يا ولية انت بتطلعي فجأة لما نتأكد ان انت موجودة، بتطلعي فجأة كده ازاي؟ كنت انت اللي بصي، انت اللي بوظتيها بوشك المعجن ده، انت اللي بوظتيها.
كنت عايزاني اعمل لها ايه؟ كنت علمتيني زي تيتا قطاطا كده بتعلمني. بسم الله عليكي وعليكي تيتا قطاطا الحلوه الجميله الزكاري. يخدي 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 يخدي. تتك منين جي تعرفيها منين؟ انت كده هتبرقها علينا وتدخليها في وسطنا، دي مسجونه نصابه. براحتك اهري كده من انا هنا سياده الكاس. تيتا قطاطا تيتا قطاطا جاك تيتا في نافوخك تخش في حلقك تفرقعلك ودانك. تيتا يا بنت وانت هتعملي نفسك صغيره؟ ده انت عدي 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 ست 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 ام امي. من ايام الفراعنه انا زيك ولا ايه؟ وبعدين عايزاني اقول لك ايه يا بنيه انت؟ ما تقولي ايه؟ قولي يا بنت لو عندك حاجه تقوليها يا حسين ووريني هتعملي ايه؟ يا مسجون تبصي بتسر امك وامك ازاي؟ بس يا عواطف عيب. ايه اللي دخل النصابه دي هنا؟ ماشي وحياة امك. بصي اقول لك على حاجه انت عايز تعرف مرة أنا دواي دخل عليا واحد وبيشهر في وجه السونجا. سلم بي؟ لا. ما هي السونجا؟ السونجا السونجا هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن السفوريا يعني. سفوريا حتة كده مبرططة بحدوة. أجل أجل أعرفه. أكمل أكمل أكمل. بعد الزهاكة دخل عليا فرحت ظرف وأنا بقى من تحت الباط وكده وطلعتك ورحت جايبها له الدم ده بقى إيه نفورة ورحت ظابطها له من تحت فرح ظبطت الدنيا. حببت أنت عو ومات. ومات من ده زمان هذا الشخص؟ لا ده هو لسه بيفرفل لحد دلوقتي الدم رفير. واو ماذا؟ كم انا احب الدم جدا. أيوة. جدا جدا. سلمي. يس ساعينك قائد الجيوش. تسلم يا رئيس. لقد عينت سيرلمبي قائد الجيوش لكي تعلمهم القتل بالسلاح ليك بالسفوريا بالسفوريا ولا وفي عندك برضك في كذلك شنطه كده ده بعيد قوي. اجل للسلخ ده اجلبه معك اجلبه معك ده بيبقى موس ده كل هذا معك ده الشطه منه دي بص كده اهوت مغرقه دم كده اوعى رائع ندوه رائع سيرلمبي. يا انت ستخوض الحرب. حرب حرب ايه وانت بتبص فوق ليه؟ هي الحرب فوق؟ حرب ايه اللي انا كبيري اثبت حد مثلا واخد شيك على حد هو في تروسيكل مثلا متاخد وهربان مثلا بيه الراجل وراح نازل عند ناس للطالون فانا اروح ناطط من فوق السور بتاع القلعه واروح جايب كده موتوسيكل. سير لومبي. ايوه يا قطه. لا تقلل من شانك. ستكون قائد لجيوش حتى تقود البلاد للنصر. النصر؟ اكل مصر ايه؟ ده انا كبير اوديهم مدينة نصر. مصر ايه؟ مدينة نصر؟ أيوة. مدينة نصر اسم جميل اسم رائع. وليكن بعد الحرب نعلن مدينتنا مدينة نصر. نعم بعد الحرب سنعلن اسم مدينتنا مدينة نصر. مدينة نصر ايوه وعباس العقاد. حسن حسن لتأخذ هذا العباس العقاد معك في الحرب. وياسر شامة. وياسر شامة. والنصرية. والنصرية. يعني عبدين. وعبدين. ومدن عبدين. ومدن عبدين. يعني ملوك الاكسسوار. وملوك الاكسسوار. وسمعنا أحلى سلامة يا عبد الله. الله سير لومبي. عيوني. لك ما شئت يا قائد الجيوش. حبيبي. أموت أنا في الأوضة السيامة. هي. هي. سير لومبي. انت ايه هتعمل حاجه ولا ايه؟ اوعى تعزق جامد. انت صديقي؟ ايوه صديقك. ايه انت فاكرني هخونك ولا ايه؟ لا 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 اوعى تعمل فايبريشن ببقك. لا 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 اهدى شويه بقى اهدى. دي اختي وانت اختي يعني ما ينفعش ان انا اغلط معاك. انت براذر وشقيق عيب. الله
هذا كلام يخرج من قلبك. نعم ملخ. أنا أصدقك. مرسي أوي. شكرا. أنت حبيبي. مش كده ولا إيه؟ مرسي يا نجوى أوي. حببت أنت. عوم. ما تديني دي. أحب أعرفكم بنفسي، أنا زندي مدرب كونغ فو جديد، ومبدئيا كده لازم تتعلموا يعني إيه فنون القتال. فنون القتال يعني صياعة في الأداء، بلطجة في الخناق. واخدين بالكم معايا؟ لأن الحرب خرعة. الحرب إيه؟ خرعة. الحرب ايه بالسامع؟ خرعة. خرعة. ولازم تخرع اللي قدامك. لازم تعمل ايه؟ تخرع اللي قدامك. ايوة لازم تخرع اللي قدامك. مبدئيا كده انا عايزكم تنسوا كل اللي اتعلمتوه في فنون القتال. دي مبدئيات مبدئيات الحلوحو. ونحن ماذا سنفعل القائد؟ ماذا سنفعل القائد؟ لا أصلك في حتة بقى، انت مش لسه مكلمني هنا دلوقتي؟ ها؟ ولا ايه؟ ها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده؟ انتوا تعرفوا بعض؟ تعرفوا بعض انتوا؟ اخوان. انتوا اخوان؟ اخوان. ايه؟ ده انا هحتاجكوا قوي بقى، خلي بالكم. هحتاجكوا قوي. خلاص يا رجالة، مبدئيا دلوقتي انا عايزكوا ترموا كل السلاح اللي في ايديكوا على الارض. ارمي. دلوقتي احنا هنتعلم ازاي نبقى في بولعية في الخناق. أول حاجة هنتعلمها أنت هتخش عليه وتروح تخده بالقلم كده. خلاص؟ خش عليه. أنت بالنسبة لي هتروح مديله بالركبة ببطنه. وأنت برضه نفس الفكرة تروح مديله بالركبة ببطنه. ماشي؟ توطي لما تيجي تضرب توطي. خلاص؟ يلا العب. أنتوا عندكم أنا عايز نظام التهويش. اللي هو اوعى يا كده. ها؟ تعمل ايه؟ تهويش اوعى يا كده. اوعى يا. ايوه انتوا انا مبسوط منكم قوي. انتوا اقعدوا تبصوا ببعض طول الوقت. ماشي؟ يلا بصوا ببعض. اوعى يا. وانت بالنسبه للكنيفه اللي واقفه قدامي دي، عايزك تجي كده في وشه كده وكانك بترجع، تروح تهفف وكده. ها؟ ماشي؟ وانتوا خشوا لوشوا ببعض برضك. وانتوا اضربوا ببعض. خلاص يلا شغال يا عم الحاج. ايوه اضرب بعض بجد. ايوه حلو قوي. عجباني التفه اللي هناك دي. التفه دي عجباني والقلم والركبه دي. بس خلاص خلاص ارجع ثابت مكانك. دلوقتي المرحله الثانيه اللي هي قله الادب. هنتعلم ازاي نشتم بقى. يلا قول ورايا. ايدك يا ايدك يا اغزك يا اغزك يا انخلص اسمي كفايه جسمي انخلص اسمي كفايه جسمي كده يا كده اصحى من النوم اصحى من النوم. طلع لسانك كده. عايز رحمة يا ابوك يا الفارس. نعم هذا هو هريسة. ماذا تريد ان تفعل بي؟ هريسة حبيبي. هريسة حبيبي. اسألوا في اي اوضه. اسألوا في اي اوضه لحد ما خلص امرك ايها الفارس. يلا. حبيبي عم هريسة هجي لك انا. يلا يا ريش دميات. لا لا على ابوكو على ابوكو. هديك بقى حمدان. هديك بقى حمدان. اخليك تروح قربان. خليك تروح قربان. وهوب فوق وهوب فوق. لو ليك الشوق لو ليك الشوق. وهوب ايها الفارس. نعم لقد وضعته كما امرتني. ايه اللي وضعته؟ انت بتولد ولا ايه؟ هريسه. 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 اذن اقف انت هنا ايها الكلب الجسور. اقف هنا دربهم. اين تذهب يا الفارس؟ انا ذاهب الى الكنيف. كنيف؟ ايوه الكنيف. هو اقف هنا. يلا حمكك. اقف. يلا قول. ايه يا ايه يا ايه يا ايه يا قول يا ايه يا ايه يا ايه يا مولاي حدث شيء خطير يا مولاي. ماذا وراءك يا عصفور؟ إن هذا اللمبي يفعل أشياء غريبة يا مولاي. ماذا تقول؟
سمو الأمير. أنت تبالغ في الأمور يا عصفور. يا مولاي، إن هذا اللمبي استحدث أساليبا جديدة في القتال يا مولاي. ماذا تقول؟ سمو الأمير. هذا أمر بديهي أيها العصفور. مولاي، إنه يستخدم تقنيات جديدة في القتال مثل الصفعة، الضرب في البطن بالركبة، البصق. نوه أيضا يا مولاي على استخدام تقنية جديدة وهي شتيمة مثل اوعى يا اوعى يغرك جسمك، اوعى لغزك. كفى.